تجار الخضر والفواكه بعين صالح تحت سقف واحد، سوق مغطاة صارت تحميهم من الرياح الرملية والشمس الحارقة. قبل كي كنا مغبنا شوية، سخانة ياسر بعين صالح، السخانة والغابرات كنا شوية مغبنا شوية. من إيجابيات هذه السوق ممارسة التجارة بأسعار منافسة يحكمها العرض والطلب. كنا زايدين البريع لا كانت سلعة تضيع عنا، كنا المفروض طماطم بيبيع ب 16 18 كانت سلعة تضيع عنا. كانت برا طالعة شوية اللي هو يدير رايه، كي دخل السوق هنا كلش حدا بعضها عاد اللي هو يعطي السهم في المعقول ماهيش زايدة بزاف. مثلا كي طماطم كانت دير 15 برا 12 دروك راهي 10000 8000. آراء المواطنين تباينت وملخصها في فترة الصيف تهبط السلع وفي الشتاء تطلع لغلاء الخضر والفواكه، فهمتني؟ كان عندنا كيلو نتاع كان عندنا كيلو بطاطا يدير ب 10000، هاد الأيام تولى ب 7000. سوق مغطاة تشكل مردودا إضافيا لمداخل البلدية وفضاء يجد فيه البائع والزبون الظروف المناسبة، فما على الطرف الأول إلى ترقية المرفق وعلى الطرف الثاني المحافظة عليه.